بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله النهاردة هرد على بعض الأسئلة اللي انتوا بعتوها لي، وهي خاصة بجروب 15 الحقيقة يعني. طيب، أول حاجة اتسألت فيها الأوكسايدز بتاعة النيتروجين. طيب، إيه الأوكسايدز بتاعة النيتروجين؟ إحنا كنا يعني استعرضناها في المحاضرة الأساسية، لكن مفيش مشاكل يعني نقولها مرة تانية. طبعا أنا كل اللي يهمني في الموضوع ده إزاي بحسب الأكسجين ستيت بتاعة النيتروجين، ودي يعني سهلة مش صعبة، وخدناها قبل كده، مرت علينا قبل كده يعني في المحاضرات الأولى. وطريقة التحضير طبعا بتاعة بعض المركبات اللي هي الأكاسيد بتاعة النيتروجين، يعني مهم إن احنا نبقى عارفينها. تمام، لو جينا بقى نتكلم على ازاي بحسب الاكسجين ستيت الموجود على النيتروجين في المركبات بتاعته، الاكاسيد بتاعته. اول مركب عندي اللي هو النيتروجين اوكسايد، نيتروجين اوكسايد N2O N2O. طيب النيتروجين بفترض دايما ان يعني انا عايز احسب الشحنة الموجودة على النيتروجين، فهو المجهول بالنسبة لي، فانا دايما بفترض ان الاكسجين هو ماينس 2، الا اذا كان حاله خاصه يعني بيروكسيد سوبر اوكسيد حاجات كده، فبيبقى مختلفه شويه. لكن هنا الاكسجين مفيش اي حاجه تقول ان هو اكسجين ست مختلف، وخصوصا ان هو احنا قلنا اسمه ايه، اوكسيد، نيتروجين اوكسيد، فالاوكسيد هو ماينس 2. طيب اذا كان الاكسجين ماينس 2، يبقى اذا النيتروجين هنا اللي هو ال N2 دي كلها هتكون بلس او بوزيتيف 2، يبقى الاكسجين ست على الاثنين نيتروجين بوزيتيف 2، يبقى اذا النيتروجين الواحده عليها ايه، بوزيتيف 1. طب انا ليه قلت ان لازم يكون هنا بوزيتيف 2؟ يعني لانه ده مركب متعادل الشحنه، المركب كله عليه زيرو تشارج، هنا مفيش اي تشارج على ال N2O، هو نيتروجين اوكسيد والشحنه اللي عليه الكليه هي زيرو تشارج. تمام، يبقى اذا كان الاكسجين ماينس 2، يبقى لازم النيتروجين كلهم يكون عليهم بلس 2. بلس 2 يعني ايه؟ يعني كل واحده عليها بوزيتيف او بلس 1. طيب المركب الثاني اللي هو NO اللي هو نيتروجين مونو اوكسيد، برضو هنشوف التشارج عندنا، المركب كله التشارج بتاعته زيرو، الاكسجين ماينس 2، يبقى النيتروجين هيكون بلس 2 او بوزيتيف 2. تمام، ال N2O3 اللي هو النيتروجين تراي اوكسيد، هو اسمه زي رمزه نيتروجين تراي اوكسيد، يبقى هنا N2، الاكسجين هنا ماينس 2 برضو. تمام، ماينس 2 بس انا عندي منه 3، يبقى اذا الاكسجين كله عليه ماينس، او يعني ماينس كام، ماينس 2 في 3 يعني ماينس 6، دي الشحنه السالبه، يبقى اذا لازم يكون الشحنه الموجبه بوزيتيف 6، الشحنه اللي باقيه اللي هي موجوده فين دي، اللي هي موجوده على الاثنين نيتروجين 2 نيتروجين، يبقى اذا النيتروجين الواحده عليها ايه، بوزيتيف 3. تمام، طيب ال N2O4 اللي هو نيتروجين تترا اوكسيد، تترا اوكسيد هنا يبقى هنا 2، طيب الاكسجين ماينس 2 في 4 يبقى ماينس 8، يبقى زي النيتروجين عليه كام، عليه بوزيتيف 8، بوزيتيف 8 دي على كام نيتروجين، على 2 نيتروجين، يبقى النيتروجين الواحده عليها بوزيتيف 4. طيب ال N نيتروجين داي نيتروجين بنت اوكسيد اللي هو N2O5، يبقى برضو هنا الاكسجين ماينس 10، يبقى اذا النيتروجين بوزيتيف 10، يبقى النيتروجين الواحده عليها بوزيتيف 5. اظن كده ايه الدنيا سهله يعني. تمام، طيب السلايد اللي بعد كده اللي هي كانت الاستراكشرز، يمكن هي دي اللي كان عليها التساؤل الاكبر، يعني ازاي اعرف الاستراكشر، هل انا احفظه واحفظ اللون بير اللي موجودين عندي دول، كام لون بير هنا وكام لون بير هنا، وكام رابطه هنا وكام رابطه هنا. يعني انا مش مطلوب اني احفظه، انا مطلوب مني اعرفه ازاي اعمله، ازاي استنتجه يعني. فازاي استنتجه دي يعني ايه، اللي هو ازاي تعمل لويس استراكشر، دي ابسط ايه، ابسط طريقه لحساب الاستراكشر اللي هو لويس استراكشر. وتقدر تعرف عندك كام ريزونانس فورم، اذا كان في ريزونانس استراكشر او ما فيش. ايه الريزونانس استراكشرز دي؟ اللي هي الاستراكشر اللي بتكون متكافئه مع بعضها، يعني احتماليه تواجدهم الاثنين متساويه او متقاربه يعني. تمام، طيب تعالوا نشوف كده عشان نفهم الصوره، اللي هي النيتروجين N2O اللي هو النيتروجين اوكسيد،
تمام، او داي نيتروجين اوكسيد N2O اول صورة عندي. طيب احسبها ازاي او اعرف ازاي الاستراكشر بتاعها؟ مبدئيا كده احنا لازم نبقى عارفين من لويس استراكشر يعني احنا في الجروب كام بالنسبة لكل ايه، لكل واحد منهم، ونبقى عارفين ان كل عنصر عايز يكمل 8 الكترونات حواليه عشان يبقى زي اقرب نوبل جاز اللي هي الاوكتيت رول. طيب انا عندي ال N2 هبص له الاول كده كاني معرفش اي حاجه عن الصوره بتاعته، الصور بتاعته N2O. اول حاجه هبص لها النيتروجين ده في جروب كام، النيتروجين في جروب 50 او 5A، والاكسجين في الجروب اللي بعده اللي هو ايه 6A. يبقى الاكسجين عنده كام الكترون فالنس، فالنس الكترونز، عدد الفالنس الكترون بيساوي رقم ايه، رقم المجموع. يبقى انا هحسب دلوقتي النمبر اوف فالنس الكترونز تمام اللي موجوده فين على المركب كله. النيتروجين عندي كل واحده بخمسه، عندها 5 الكترونات فعليا، في 2 يبقى كام، يبقى عندي 10، يعني 2 مضروبه في الخمسه الكترون يبقى 2 اتوم مضروبه في عدد الالكترونز الموجوده على الاتوم الواحده، زائد الاكسجين في جروب 6 يعني عنده ايه 6 الكترونز وهي اكسجينه واحده يبقى 6 بس. طيب إيه لما اجي احسب عدد الالكترونات كده يبقى كام، 2 multiplied by 5 plus 6 يعني كام، يعني 16 الكترونز. ده ايه، ده القوه بتاعتهم او الثروه اللي عندهم هما الاثنين النوعين من العناصر يعني تمام. فهم عندهم كام، عندهم 16 الكترون. طيب هما بيحلموا بايه، كل واحده منهم بتحلم ان يكون عندها 8 الكترونات، كل اتوم منهم نفسها يكون عندها 8 الكترونات، وهم ارتبطوا مع بعض عشان يحققوا ايه، يحققوا الحلم ده كلهم ان هما يكتملوا الاثنين كويس. يكتملوا بايه، طبعا للاوكتيت رول يعني كل واحده 8. طب يعني ايه معنيها، يعني هما عشان يكتملوا اصلا النمبر اوف الكترونز اللي هما ريكوايرد علشان حاله الاستقرار يعني هتساوي كام، هتساوي انا عندي 3 اتوم وكل اتوم عايزه 8، يعني اضرب 3 في 8 يبقى كام، يبقى عندي 24 الكترون. هم عايزين 24 الكترون لكن الفعلي اللي موجود عندهم 16 الكترون، فما فيش مفر من ان هم ايه هيعملوا مشاركه. طيب المشاركه هتتم ازاي، من خلال الفرق ما بين عدد الالكترونات دي، او الفرق ما بين عدد الالكترونات هو ده اللي هيدخل فين، في الشيرنج. يبقى النمبر of sharing electrons هيساوي كام، هيساوي 24 minus 16 اللي هو هيساوي كام، يعني هيساوي 8 electrons. طب sharing يعني ايه، يعني sharing يعني هيدخلوا في البوند. يبقى انا عندي number of bonds في الحالة دي هتساوي كام، هتساوي عدد الالكترونات دي على 2 لان كل رابطة بتساوي كام، بتحتوي على 2 الكترون. يبقى انا عندي 4 بونز تمام. طيب عندي 4 بونز، طب هيتوزعوا ازاي بقى، هبتدي احط ايه العناصر بتاعتي اللي هي النيتروجين دايوكسيد دي او داي نيتروجين اوكسيد، احطهم بالترتيب جنب بعض ان وهنا ان وهنا اكسجين. طب انا ما حطيتش الاكسجين في النص ليه، لانه سلبيته الكهربيه اعلى. طب انا عرفت ازاي ان سلبيته الكهربيه اعلى، لانه على اللي هو ايه في نهايه الجدول الدوري، احنا قايلين في الجدول الدوري من ليفت تو رايت الالكترونيجاتيفيتي بتزيد، فالنيتروجين وبعدين ايه يليه الاكسجين في المجموعه اللي بعده، فالاكسجين السلبيه الكهربيه بتاعته او الالكترونيجاتيفيتي بتاعته اعلى، فما ينفعش يكون هو اللي ايه اللي في النص ويلم حواليه الالكترونات، يعني هو كده ايه بيكون طرف يعني. فالاقل في السلبيه الكهربيه هو اللي بيكون فين، في الاتوم اللي هي في السنتر تمام. طيب النيتروجين هنا والاكسجين، والاكسجين 2 نيتروجين وواحده اكسجين كويس، هبتدي اوزع عليهم ايه كام رابطه، 4 روابط. ادي الرابطه الاولى والثانيه، ممكن اعمل ايه 2 هنا و2 هنا ممكن تمام. طيب لو عملت 2 هنا و2 هنا هيبقى فاضل كام الكترون عندي، عايز اعرف بقيه الالكترونات. انا كل الثروه اللي عندي زي ما اتفقنا هم كام الكترون، هم 16 الكترون. 16 الكترون دول منهم كام، منهم الالكترونات اللي انا دخلتها في الروابط الثمانيه دول. طب اذا كان انا دخلت 8 في الروابط يبقى في عندي كام الكترون، نمبر of unpaired electrons هيساوي كام، هيساوي 16 minus 8 يعني هيبقى فاضل عندي 8 electrons. يبقى انا لازم اوزع على المركب ده
8 electrons free. طب ابتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشوف كده النيتروجين اللي في النص عندها كام الكترون؟ عندها 2، ادي 2 4 6 8، اذا هي ايه مكتفيه كده مش محتاجه الكترونات ثانيه. يبقى اذا ال 8 الكترون هوزعهم ما بين الاكسجين الطرفيه والنيتروجين الطرفيه. طيب الاكسجين الطرفيه عندها ادي 2 4، فاضل لها كام؟ فاضل لها 4، يبقى ادي 2 ادي 4 كده. كويس كده كويس، انا وزعت 4 الكترونات، فاضل كام الكترون من ال 8؟ فاضل 4، هوديهم فين؟ ما عنديش غير ايه النيتروجين الثانيه، ادي 2 وادي هنا ايه 4 كده. عدد الالكترونات الكليه كام؟ 16، وكده كل اتوم عندها 8 الكترونات بمشاركه من خلال المشاركه. لكن لما اجي ابص كده، طب ايه رايكم لو عملنا، لو حصل يعني ان الالكترونات اتحركت او اتغيرت، ما بقاش الشيرنج بالطريقه دي، بقت الاربع اللي هي الاربعه بوند بقوا بالطريقه دي، ان سنجل بوند اكسجين وتريبل بوند نيتروجين، هيمشي الحال ولا مش هيمشي؟ نشوف. هنشوفه ازاي؟ هشوف برضو عدد الالكترونات المتبقية، انا فاضل عندي 8 الكترونات عايزة اوزعهم. كويس، طبعا النيتروجين اللي في النص مكتملة خلاص، مش هتاخد اي الكترونات زيادة. النيتروجين الطرفية عندها 2 4 6، يبقى فاضل لها 2 ايه الكترون. طب والاكسجين عندها 2 بس، يبقى فاضل لها كام؟ فاضل لها 6، ادي 2 4 6، يبقى عدد الالكترونات الكلية كام؟ 2 4 6 8، 2 4 6 ادي ايه 8، يبقى انا كده وزعت 8 الكترونات فعلا. طيب يا ترى ده ولا ده؟ هعرفها ازاي؟ لو تفتكروا كنا بناخد حاجه اسمها الفورمال تشارج، ازاي احسب الفورمال تشارج؟ الفورمال تشارج هحسبها ببساطه من غير الرول الطويله، يعني اشوف عدد الالكترونات القريبه من كل ايه؟ من كل اتوم. النيتروجين هنا حواليها ادي 1 2 3 4، من كده نحسبهم، ادي هنا ايه 1 2 3 4، وهي اصلا المفروض يكون عندها كام طبيعه الحال في التوزيع الالكتروني؟ حواليها 5، يعني عندها اقل من الخمسه بواحد، يعني كانها فاقده الكترون، فبتبقى عليها بوزيتيف 1. طب تعالوا نشوف هنا مين؟ الاكسجين. الاكسجين عنده كام؟ عنده ادي 2 4 6، تمام، وهو المفروض يكون عنده فعلا 6، فاذا ما عليهوش اي ايه طاقة، يعني ما عندوش، ما بيحملش طاقة أو بيتعب من خلال الربط، فهو كده زيرو تشارج، تمام؟ طب نيجي على النيتروجين الطرفية التانية، الطرفية يعني، هنا عندي كام؟ أدي إلكترون 2 3 4 5 6، يعني بواقع زايد زيادة عن الحالة الطبيعية بتاعته أو الأتوميك أو الإليمنتال يعني الكونفيجريشن بتاعه بواحد، يبقى زايد بواحد يعني زايد إلكترون يعني زايد شحنة سالبة، يبقى عليه ماينس واحد. تمام، المركب كله كده عليه زيرو تشارج وده طبيعي. كويس، الفورمال تشارج الموجود على النيتروجين هنا بلس 1 وهنا ماينس 1، طب تمام ماشي، والاكسجين زيرو يعني مستريح. طب تعالوا نشوف المركب الثاني او الصوره الثانيه. الصوره الثانيه هي عندي ايه؟ الاكسجين هنا ادي 2 عنده الكترون 2 3 4 5 6 7 اللي هم القريبين منه، يعني بزياده عن العادي بتاعه بواحد، يعني عنده ماينس 1. النيتروجين اللي في النص زي النيتروجين اللي فوق برضو؟ لا مش زيها طبعا، تعالوا نبص كده، اجي عندي هنا الكترون، لا زيها 2 1 2 3 4 4، يعني بواقع اقل من العادي بتاعه بكام؟ واحد، يعني بلس 1. النيتروجين الطرفيه هي اللي ايه مرتاحه خالص المره دي، عندها 3 الكترونات من هنا واثنين من هنا، يعني 5، فهي زيرو ايه زيرو تشارج. طب لما ابص على الصورتين دول الاقي ان هما ايه مفيش مشاكل، دي عليها زائد 1 وماينس 1، ودي زائد 1 وناقص 1، يبقى اذا هنا متكافئين، يعني الشحنة اللي موجودة على الأتومز متكافئين، فعشان كده بقول إن في عندي ريزونانس ستراكشر ما بين إيه؟ ما بين الصورتين دول، تمام؟ طيب يبقى إذا أنا هنا إيه؟ قدرت أستنتج الصورة. طب أنا المفروض أعمل كل ده؟ كل ده ممكن أعمله من غير ما أقعد أحسب الحسابات دي كلها، بس بالتدريب. كويس؟ طب تعالوا نشوف المركب التاني اللي هو الـ NO. الـ NO بيتعمل إزاي؟ ممكن أحسبه إزاي؟ الـ NO هو نيتروجين واكسجين بس مش اكتر من كده. فالنيتروجين عندها كام الكترون؟ عندها 5، والاكسجين عنده 6، يعني انا عندي في النيتروجين اوكسيد ال NO عنده كام فالنس الكترون؟ 5 و6، 11 فالنس الكترون، وكل واحده هما نفسهم يوصلوا لكام؟ الحاله اللي هي الايديال بتاعتهم ان ده يكون 8 و8، يعني 16. يبقى انا هطرح 16 ناقص
11 يطلع عندي كام الكترون دول الشيرنج الكترونز فور شيرنج اللي هم 5 الكترون، يعني انا محتاجه 5 الكترونات فور بوندنج. تمام. طب والباقي كام؟ والباقي 6 unpaired، يبقى هنا 5 شيرنج و6 ايه unpaired. طب لما نيجي نوزعهم انا ما عنديش ايه، هحط النيتروجين والاكسجين. اول حاجه هفترض ايه، انا عندي عايزه 2.5 رابطه، يعني عندي رابطه كده ادي 2 1 2 3 4 وفي الكترون في النص خامس. كويس، الخامس ده هيكون قريب من النيتروجين او قريب من مين، من الاكسجين. طيب وبقيه الالكترونات عندي 6، اجي هوزعهم برضو ازاي؟ 2 4 6. تمام. طيب الحاله هنا هتبقى عامله ازاي؟ الالكترون مره هو عند النيتروجين، هو مش هيفضل كده يعني متعلق، فهو اما مره جنب النيتروجين اقرب للنيتروجين ومره اقرب لايه، للاكسجين، فبوصل لتو ريزونانس ستراكشر. كويس. طيب ال N2O3 عباره عن ايه برضو؟ 2 نيتروجين كويس و3 اكسجين، فبرضو هحسبها، تعالوا نحسبها مع بعض، نشيل دي كده من قدامنا عشان نعرف نحسب. طيب ال N2O3 يعني عندي كام الكترون؟ 2 بخمسة، يعني الفالنس الكترونز هتساوي 2 مضروبة بخمسة زائد 3 مضروبة بكام؟ بستة. 3 في 6 ب 18، 18 و10 يبقى 28، يبقى أنا عندي 28 الكترون. طيب واللي هي المفروض بقى الحالة الأيديال الريكوايرد الكترونز اللي هما كام؟ عندي 3 واتنين خمسة أتومز، يعني 5 كل واحدة عايزة 8، يبقى أنا عندي عايزة 40 إلكترون. طيب 40 إلكترون ناقص 28 يعني أنا عايزة كام؟ يبقى إذا اللي هي البوندينج إلكترونز هتساوي 40 ماينس 28 ناقص 28 يعني كام؟ يعني هنا 2 و1 يعني 12 إلكترون. يبقى انا محتاجه 12 الكترون بوندنج. طيب والان بيرد او ان بوندن ان بوندنج الكترونز هتساوي كام؟ هتساوي الفرق اللي هم 28 الكلي ناقص ال 12 اللي هيدخلوا في الشير، يعني كام؟ يعني هنا 6 1 يعني 16 الكترون. كويس. طب لما اجي هبتدي اعمل التوزيع بتاع ال N2O3 الاول، وبعدين ايه هعمل التوزيع الاساسي، وبعد كده اشوف اذا كان في ريزونانس ستراكشر او لا. هنا اول حاجه عندي 2 نيتروجين هيكونوا في النص عشان هما الليست الكترون نيجاتيفيتي. تمام. وبعدين عندي كام اكسجين؟ 3 اكسجين، احط واحده هنا واثنين هنا او اثنين هنا وواحده هنا. تمام. وهعمل مبدئيا كده انا عندي ايه 6 روابط، المفروض 12 الكترون يعني 6 روابط. طيب عملت هنا ادي رابطه 2 3 4 فاضل كام؟ فاضل رابطتين. ماشي، يبقى اما احطها هنا واحده هنا اكسجين وهنا ايه واحده اكسجين، يبقى كده ايه ممكن اجرب ان انا احطها هنا مع النيتروجين، بس طبعا النيتروجين والنيتروجين عشان يكون دبل بوند هتبقى العمليه صعب انه يرتبط بحاجات تانية كتير بعد كده. تمام، لكن ممكن نجربها ونشوف برضو ايه اللي هيخليني احكم اذا كان ده كي او لا الفورمال تشارج. تمام. طيب نيجي دلوقتي نحسب ايه الالكترونات اللي هي امبيرد الكترونز. كام امبيرد الكترونز؟ عندي 16 امبيرد الكترون، هوزعهم ال 16 دول بحيث ان كل اتوم بتكون حواليها كام؟ 8. طيب انا عندي الاكسجين هنا، النيتروجين اكسجين عندهم دلوقتي اوريدي في كام ايه 4 الكترون اهم حوالين عند الاكسجين، يبقى فاضل لها كام عشان تبقى 8؟ فاضل لها 4، يبقى هزود لها ايه 2 لون بير او 4 الكترون. طيب النيتروجين خلينا نشوف النيتروجين في النص. ماشي، النيتروجين اللي جنبها دي اخبارها ايه؟ عندها ادي 2
أربعة ستة، يبقى فاضل لها كام لومبير؟ فاضل لها 2 لومبير. تمام. نيجي على النيتروجين اللي بعدها، النيتروجين اللي بعدها أخبارها إيه؟ عندها 2 4 6 8. لا هي كده إيه؟ مش محتاجة. تمام. طيب الأكسجين الطرفية هنا عندها أدي 2 4، فاضل لها 4، يبقى 2 4. الأكسجين دي اللي هي اللي باقية فاضل لها كام؟ دي عندها 2، فاضل لها 2 4 6. طيب تعالوا نشوف عدد الإلكترونات اللي احنا حطيناها دي مظبوطة ولا لأ، يعني المفروض تكمل 16. طب فعندي هعمل أدي هنا إيه؟ 2 4 6 8 10 12 14 16. تمام خلاص. والإلكترونات اللي داخلة في الروابط أدي إيه؟ 2 4 6 8 10 12. يبقى كده إيه؟ تمام. والعدد لكل الإلكترونات هو كام؟ هو 2 هو 28. كويس. تعالوا نشوف برضو الفورمال تشارج عندي هنا إيه، الوضع ده مستقر ولا لأ. لو حسبت الفورمال تشارج على الأكسجين هنا 2 4 6، يبقى 0 لأن هو عنده 6 أصلا. النيتروجين اللي جنبها هنا هتبقى هنا 2 4 5، يبقى 0. تمام. النيتروجين اللي بعدها ادي 1 2 3 4، لا كده عليها بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف 1. طيب النيتروجين الاكسجين الطرفيه دي زي الثانيه بزيرو، زي اللي قصادها بزيرو. طب والاكسجين دي اللي هي سنجل بوند، فدي عندها ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7، يعني عندها ماينس 1. اذا المركب كله كده ايه؟ متعادل فعلا، بس عنده واحده نيتروجين عليها بوزيتيف 1 واكسجين ماينس 1، فخلاص بتلاشي بعضها يعني. طيب هل في ريزونانس ستراكشر؟ اه طبعا عادي. اشمعنى يعني اشمعنى الاكسجين دي اللي عملناها اكسجين نيتروجين دبل بوند ودي سنجل؟ طب انا ممكن ابدل، فانا لو بدلتهم عن بعض يبقى انا عندي ايه؟ ريزونانس ستراكشر تاني. تمام كده. طيب تعالوا نشوف مركب تاني اللي هو الان او 2. الان او 2 نحسب ان او 2، النيتروجين عندها 5 الكترونز، والاكسجين عندها كام؟ 6 في 2 ب 12. يبقى اذا انا عندي كام الكترون كله؟ عندي 17 الكترونز، دول اللي هم الفالنس الكترونز. طيب احنا محتاجين كام required؟ هيساوي كام؟ هيساوي 3 في 8 لان كلهم ايه؟ محتاجين يكونوا 8 يعني 24. يبقى اذا البوندنج الكترونز هتساوي الفرق ما بين الاتنين دول اللي هو كام؟ 24 ناقص 17 اللي هي كام يعني؟ اللي هما 7. طيب 7 يعني عدد فردي، يعني في الكترون هيعمل لي ايه؟ هيحيرني شوية. طيب ال un paired اللي هما المتبقيين المفروض يكونوا كام؟ المفروض يكونوا 17 ناقص 7، يعني 10 الكترون. طب لما نيجي نرسم الاستراكشر هنحط النيتروجين في النص زي ما اتفقنا. تمام. اللي بعدين الاكسجين والاكسجين الثانيه. خلاص. طيب نعمل ايه بالروابط؟ انا عايزه ايه؟ هو بيقول لي في 7 الكترونات داخلين في الروابط. 7 يعني ايه؟ يعني 7 على 2 فيها كام؟ فيها 3.5، يعني في هنا رابطتين وهنا رابطه مثلا، ممكن تبقى الرابطه العكس، ممكن تبقى رابطتين هنا ورابطه هنا. طيب وفي الكترون في النص، في الالكترون هحطه فين؟ هحطه يا اما هنا يا اما هنا يا اما هنا، ماشي، يا اما على اي واحده فيهم. تعالوا نشوف الاول ايه. هاجل الالكترون ده وابتدي اوزع على 10 اللي هم الامبيرد. كويس. ادي 2 4 وهنا 2 4 6، يبقى كده عندي 10 الكترون وزعته. كويس. يبقى فاضل هنا ايه؟ فاضل الكترون. احطه فين الالكترون ده؟ تمام. في الكترون عندي هنا لسه مش عارفين هينتمي لمين. اعرف ازاي انتمائه؟ اعرفه بحساب الفورمال تشارج. تعالوا نحسب الفورمال تشارج على الاكسجين دي بكام؟ ادي هنا ايه؟ 2 الكترون بتوع الروابط، وهنا 2 ب4، وهنا 2 كمان يبقوا 6. ودايما لما الاقي الاكسجين مرتبط برابطه ثنائيه يبقى هو على طول ايه؟ الفورمال تشارج بتاعته بزيرو. طيب الاكسجين الطرفيه هنا هتبقى ماينس 1. ليه برضو؟ لان عندي ادي 2 3 4 5 6 7، 7 يعني بزيادة عن الطبيعي بتاعه بواحد، يبقى ماينس 1.
يبقى المفروض النيتروجين دي تكون بوزيتيف 1، كويس؟ يبقى انا دي لازم تكون بوزيتيف 1 علشان تبقى العمليه ايه، متوازنه، كويس؟ خلي بالكم احنا لسه في الكترون ما حطيناهوش في حته. تعالوا نشوف الالكترونات الموجوده هنا، ادي هنا ايه، 1 2 3 حوالين النيتروجين، 3 وهو المفروض يكون حواليه 5، يبقى لازم الالكترون الرابع يكون فين؟ يكون عند النيتروجين، او هو ايه، هو اقرب للنيتروجين منه للايه، للاكسجين. يبقى اذا انا عندي الالكترون المتبقي هيتحط فين؟ على النيتروجين، تمام؟ طيب لما اجي اعمل بقى اشوف فيه ريزونانس ستراكشر ولا مفيش، هلاقي طبيعي جدا ان انا هعمل ايه، الان انا كنت عامله الدبل بوند الناحيه دي، هعملها الناحيه الثانيه، ان دبل بوند او وهنا او. خلي بالنا المركب ده ما هوش لينير. ليه ما هوش لينير؟ لانه عنده ايه، في الكترون هنا على النيتروجين هيخلي فيه ايه، في ريبالشن مع الدبل بوند او مع السنجل بوند، ففعلا المركب ده بيكون ايه، بيكون واخد الشكل بتاع التريجونال. يبقى هنا في كده في 2 4 6 2 4 كده، انا مش محتاجه احفظ ولا حاجه عدد الايه، الالكترونات. انا كل اللي انا عايز اعرفه ان انا ايه، خلينا نرسمه كستراكشر فعلا. يبقى ده واخد شكل ايه، اللي هو تريجونال بلينر شيب، كويس؟ وانا كده ما حفظتش برضو عدد الالكترونات كام ولا حاجه، انا كده عرفت ايه احسبهم، تمام؟ يبقى ده ستراكشر، والريزونانس ستراكشر اللي قصاده او الصوره اللي قصاده اللي هي ايه، ان وهنا السنجل بوند وهنا ايه الدبل بوند، وادي 2 4 الكترون هنا وهنا 2 4 6 الكترون، كويس؟ يبقى انا هنا العمليه مش صعبه ولا حاجه. نيجي بقى نبص على المركب ده، نلاقي المركب ده ايه، فيري اكتيف. ليه؟ لانه عنده نيتروجين في عليها لون سنجل الكترون، فري راديكال يعني مثلا ولا ايه، سنجل الكترون، سنجل الكترون يعني متعطش لالكترون تاني. فبص الاقي بسهوله جدا ده يتحد مع مركب تاني، مع ايون يعني واحد صوره تانيه، موليكيول تاني، ويروح عامل لي ايه، عامل لي الصوره بتاعه اللي هي ان. يبقى هنا 2 من الان او 2 ده اللي هو عنده هنا ايه، سنجل الكترون عند النيتروجين، يروحوا متحدين مع بعض من خلال السنجل الكترون ده مع السنجل الكترون الثاني، تمام؟ يبقى هنا عندي اكسجين دبل بوند اكسجين، وهنا اكسجين، وهنا دبل بوند اكسجين، وممكن يحصل ان ايه، طبعا هنا في 2 4 6 الكترون، هنا 2 4 هنا 2 4 هنا وهنا 2 4 ستة، ما بقيناش محتاجين الكترون هنا ولا حاجة. لو بصينا على النيتروجين هنا هلاقيها كام الكترون حواليها، 5 1 2 3 4 لا 4 ادي 1 2 3 4 يعني عليها بوزيتيف، الاكسجين دي عليها نيجاتيف، هنا برضو الاكسجين النيتروجين دي عليها بوزيتيف والاكسجين الطرفية دي عليها نيجاتيف، يبقى اذا هنا العملية ايه، برضو متوازنة، كويس؟ لكن هنا ممكن الدبل بوند هنا يكونوا في الوضع ده اللي هو السيست لبعض، او ممكن يكونوا في الوضع اللي هو ايه، الترانس لبعض. ده الريزونانس ستراكشر التاني، تمام كده؟ يبقى كده الستراكشرز بتاعت الايه، المركبات بتاعت النيتروجين، يعني اقدر اعرفها من غير ايه، من غير حفظ ولا حاجه، بقدر استنتجها بنفسي، كويس كده؟ تعالوا نبص على المركب اللي باقي دوت اللي هو ال N2O5. N2O5 لما نيجي نحسبها المره دي هنا ايه؟ في اكسجين زيادة، كويس؟ فأنا مضطرة إن أنا أخليها فين؟ في النص. هو كأنه بالظبط حصل تفاعل ما بين 2 NO2 دخلوا إيه واتحدوا مع الأكسجين في النص، فبقت عندي الأكسجين، يعني كأني بالظبط كأني بعمل NO2 كويس؟ مع الـ NO2 التانية، تمام؟ اللي هيتحدوا مع مين؟ مع الاكسجين. وهنا مش محتاجه اعمل له ستراكشر ولا حاجه، هو الاكسجين عنده 6 الكترون، تمام؟ ادي 1 2 هيعملوا الرابطه، والاربعه الباقيين هيعملوا هنا ايه، اللونجر. طيب في ريزونانس ستراكشر برضو زي ما قلنا في اللي فات ده، كان ممكن الدبل بوند تبقى هنا في نفس الاتجاه مع الاكسجين الثانيه، او ممكن تبقى ايه في الاتجاه الاخر، يعني ممكن يبقى كده، يبقى هنا ان و دبل بوند او، بعدين هنا اكسجين، هنا نيتروجين
و هنا الدبل بوند او، فدول تو ريزونانس استراكشرز. تمام كده؟ يبقى وجود ال N2O4 او ال N2O5 كان بسبب ايه؟ بسبب ان ال NO2 نفسه اكتف. ليه اكتف؟ عشان عنده سنجل ايه؟ سنجل الكترون. تمام؟ وقياسا عليها بقى ممكن نعمل حساب او نحسب اي ستراكشر بتاع اي حاجه تانيه. طيب تعالوا نشوف عفوا. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده الاستراكشر بتاع النيتريك او النيتروس، النيتريك والنيتروس اسيد. تمام؟ والاوكسو اناينز بتاعته. هو مبدئيا احنا هنبتدي بالاوكسو اناينز بتاعته علشان اقدر اعمل اعرف الاستراكشر بتاع النيتريك والنيتروس. خلاص؟ ايه هو النيتريك اسيد؟ هو HNO3. تمام؟ عايزين الاستراكشر بتاعه. انا عشان اعرف الاستراكشر بتاعه هو عباره عن حمض في بيديني بيفقد بروتون يعني، او بيطلع بروتون بينتج بروتون ويديني ايون النيتريت اين، اللي هو يعني المعادله بتاعتنا بتكون HNO3 بيتاين او بيديني في اتجاه واحد يعني بروتون زائد NO3- اللي هو ايون النيتريت. فانا هبتدي مبدئيا كده هبتدي بايه؟ بايون النيتريت. خلاص؟ طيب النيتروس اسيد هو HNO2 برضو بيتقيم بس ده في اتجاه عكسي لانه حمض ضعيف، وبيديني برضو بروتون زائد ايون النيترايت. كويس؟ طيب احنا محتاجين نعرف الاستراكشر يعني مبدئيا كده. هو البروتون مش هيمسك في لو كان بيمسك في النيتروجن ما يقدرش يخرج ويبقى ايه؟ فري بالشكل ده. فاذا مبدئيا احنا عارفين ان الهيدروجن هنا او البروتون ده هيكون ماسك مع واحدة من التو أكسجين دول، أو البروتون برضو اللي عندي هنا ده هيبقى ماسك مع واحدة من الثري أكسجين دول. فإذا أنا لو عرفت الاستراكشر بتاع النيترايت نيتريت أو النيترايت يبقى أنا كده إيه؟ هشبك الهيدروجين مع الأكسجينة إيه؟ واحدة من الأكسجينز يعني. تمام؟ طيب خلينا نبدأ كده مع النيتريك أسيد، أو هبتدي بمعنى أصح من الأكسو أناين بتاعه اللي هو النيتريت NO3 اللي عليها ماينس. لما نيجي نحسب او نعمل يعني لويس ستراكشر بتاع اناين او كاتاين لازم احط في الاعتبار ان انا هنا في الاناين بيبقى عندي فيه الكترون زياده، وفي الكاتاين بيكون عندي الكترون ايه؟ الكترون ناقص. طيب تعالوا نحسب كده الالكترونات الموجوده عندي او الفالنس الكترونز الموجوده على النيتروجين 5 زائد الاكسجين كل واحده ب 6 يعني 3 مضروبه في 6. طيب بس انا زاد عندي الكترون جاي منين؟ من الشحنه اللي هي الانين بتاعنا، يبقى زاد كمان الكترون. يبقى كده الالكترونات المتاحه الافيلبل الكترونز كلها هي كام الكترون؟ 18 و5 يبقى 23 و1 24 الكترون. يبقى انا عندي 24 الكترونز دول ايه؟ افيلبل، دول موجودين في الانين ده. طيب الدريم بقى والتارجت بتاع كل اليمنت ان هو يكون ايه؟ كل واحد عنده 8. فانا عندي كام اتوم دلوقتي؟ عندي 4 اتوم. يبقى 4 اتوم مضروبين في 8 يبقى هيديني ايه؟ 32. يبقى المفروض الموليكول ده او الانين ده نفسه يكون عنده 32 الكترون او كل اتوم فيها يعني متشبعه، بحيث يبقى كل ايه؟ كل اتوم عندها 8 الكترون. طبعا زي ما اتفقنا هنعمل ايه؟ هنحسب الفرق. يبقى هنا 32 - 24 هيديني كام الكترون؟ عدد الالكترونات اللي ممكن ايه تبقى مشاركه اللي هي شيرنج الكترونز اللي هو 8 بوندنج او شيرنج الكترونز. كويس؟ طيب يبقى متبقي قد ايه فري؟ يبقى الفري الكترونز هتكون عباره عن هي 24 - 8 يعني كام 16 الكترونز دول فري او امبيرد يعني نقدر نقول عليهم امبيرد. كويس؟ طب لما نيجي نرسم الاستراكشر يبقى احط النيتروجين في النص والاكسجين في الاطراف. ليه؟ لان النيتروجين ليست الكترون نيجاتيف اتوم في الايه؟ في الاربعه دول. طيب هبتدي احط ايه؟ 8 الكترون اللي هم البوندنج. يبقى 8 الكترون ادي 2 ادي 4 ادي 6 ممكن ازود هنا يبقى 8. كويس؟ يبقى انا عندي هنا ايه؟ او هنا يعني في اي مكان مش مشكله يعني اي واحده منهم هتبقى تمام، وهو كده يبقى في ريزونانس ستراكشر. خلاص؟ نيجي بقى نوزع 16 الكترون اللي عندنا دول فين هم هيتوزعوا؟ هيتوزع على الاكسجين الاول ادي 2 4 6 8 10 12 14 16. طب انا ليه وزعت كتير كده عند الاكسجين دي؟ بدات بيها كتير كده والاخيره لا، لان هي عامله سنجل بوند لكن دي عامله باي ايه؟ باي بوند. احنا جربناها دلوقتي.
اجي احسب الفورمال تشارج على كل اتوم من دول، احسبها واشوف كده. الاكسجين دي هيبقى عليها ماينس لانه عندها الكترون زياده عن السته، 2 4 6 و1 7. النيتروجين الاكسجين دي نفس الكلام برضو، عندها الكترون زياده عن السته فيبقى عندها شحنه نيجاتيف. النيتروجين عندها شحنه بوزيتيف ليه؟ لان عندها اقل من الطبيعي بتاعها، اللي هي المفروض الطبيعي بتاعها 5، فهي عندها اجي 1 2 3 4، فهنا بوزيتيف. الاكسجين هنا عندها تمام 6، اجي 2 4 6، فبالتالي عليها زيرو تشارج. حلو قوي كده، انا عرفت ايه النيتريت. يبقى ده ايون النيتريت NO3 اللي عليه ماينس الاستراكشر بتاعه كده، وممكن يكون الدبل بوند جي هنا، ممكن تكون هنا مع جي وممكن تكون مع جي. كويس. طيب الهيدروجين بقى فين؟ انا عايزه دلوقتي ازود عليها ان ايه البروتون. البروتون زي ما احنا شايفين ما عندوش اي الكترونات يعني، ماشي، فهيروح فين؟ هينجذب على اي واحده من الايه الاكسجين السالب، فهيديني الاستراكشر اللي هو بتاع النيتريك اسيد بقى، اللي هو عباره عن ان وهنا او اتش وهنا او وهنا دبل بوند اكسجين. تمام. ما اجي ابص على الاستراكشر ده هلاقي ايه؟ هلاقي عندي هنا توزيع الالكترونات، يعني هلاقي عندي هنا في كام، في هنا 1 2 تمام حوالين الاكسجين دي، وعندها 3 4 بقى كده 5 6 7 8، يبقى كده حواليها 8 الكترونات. هي كان عندها اصلا كام في الايون؟ كان عندها 2 4 6، فهم نفسهم لسه اللي موجودين، بس في واحد منهم اللي عمل شيرنج مع مين؟ مع البروتون، فتعادل، كانت سالبه بقت ايه؟ بقت متعادله. تمام. يعني لما اجي ابص على الفورمال تشارج بتاعه الاكسجين هدور على الالكترونات القريبه منها واشوف كده، اجي 1 2 3 4 5 6، يعني 1 2 3 4 5 6 الكترون، يعني هي بقت زيرو تشارج لان هي عامله رابطتين دلوقتي، هي عامله رابطه مع الهيدروجين وعامله رابطه مع النيتروجين. كويس. طب والبروتون هنا؟ البروتون عنده الكترون واحد، الهيدروجين عندها الكترون واحد وهي اصلا عندها الكترون واحد، فهي بزيرو تشارج. تمام. الاكسجين هنا كان عندها هنا كام؟ هنوزع نفس الالكترونات اهم، انا ما بغيرش حاجه، هو نفس التوزيع اللي كانت موجوده هنا ونفس التوزيع اللي كانت موجوده فين؟ في الانين. يبقى اذا النيتريك اسيد اللي هو HNO3 ممكن ارسمه بالشكل ده، ممكن ارسمه بالشكل ده، ماشي، يعني مش مشاكل، بس هو ايه المهم ان انا عارفه لويس استراكشر بتاعه عباره عن. تمام. طيب طبعا هنا بالنسبه لما يكون خلاص ارتبطت الاكسجين هنا مع الهيدروجين، يبقى انا اللي هو الدبل بوند ممكن تبقى هنا وممكن تبقى مع دي، يبقى في تو ريزونانس استراكشر بس مش ثلاثه. مع العلم ان الهيدروجين كمان ممكن تتنقل مكانها ما بين تو اكسجين يعني. طب نيجي بقى على النيتروس اسيد او الاوكس، برضو هبتدي بايه؟ بالنيتروس بالنيترايت اين اللي هو الان او 2 عليها ماينس. طيب هحسب الالكترونات الافيلبل، الكترونز هتساوي كام؟ اجي للنيتروجين في الكترون بتاع الشحنه زائد 1 نيجاتيف تشارج، النيتروجين عنده 5 والاكسجين عنده 6 في 2 ب 12 او 2 في 6 يعني، يبقى 12 ايه الكترون، واحد 13 و5 يبقوا كام؟ يبقوا 18 الكترون، يبقى عندي 18 الكترون. طيب يبقى انا والهدف الاساسي عندي يبقى هنا 8 في 3 ب 24، يعني يبقى الالكترونات اللي هتدخل في الرابطه 24 ناقص 18 اللي هم كام؟ هم 6 الكترون شيرنج، 6 الكترون يعني كام بوند؟ يعني 3 بوندز. طيب كام فري الكترونز؟ هتبقى عباره عن 18 ماينس 6 يعني 12. تمام، يبقى عندي في 12 الكترون فري. تعالوا نرسم الاستراكشر، ادي النيتروجين والاكسجين. كويس. عندي 3 بوند يعني ممكن رابطه ثنائيه ورابطه احاديه. تمام. فاضل عندي كام الكترون؟ 12. ابتدي اوزعهم. اتفقنا الاكسجين اللي عندها دبل بوند دي هتاخد 2 لون بيرز، الاكسجين الثانيه هتاخد 3 لون بيرز، يبقى انا كده وزعت كام الكترون؟ 2 4 6 8 10، فاضل كده ايه؟ فاضل لون بير كمان 12 احطه على النيتروجين. تمام كده. نشوف التشارج اللي عندي نحسبها. الفورمال تشارج على النيتروجين ادي هنا 1 2
تلاتة أربعة خمسة ناقص خمسة بإيه بزيرو، تمام. الأكسجين هنا أدي اتنين أربعة ستة من ستة بزيرو. الأكسجين الطرفية دي أدي عندي هنا اتنين أربعة ستة واحد سبعة، تمام. سبعة يعني ايه؟ يعني زيادة الكترون، يعني ماينس وان، ماينس وان هيتحد مع البروتون. يبقى الاسيد بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى هنا اجي النيتروجين، وهنا دبل بوند اكسجين، وهنا السنجل بوند الاكسجين التانية، ودي اللي ماسكة مع الهيدروجين، تمام؟ كده يعني خلاص. اتمنى طبعا ان نكون يعني في استفادة من المحاضرة بالشكل ده. سلام عليكم.